مشكورين على الاستضافة خويا، ومرحبا بك ومرحبا بكل متابعين باج يو اس ام تي في. والله كانت المرحلة الأولى في من أول عام ديسمبر ما كنتش نلعب برشا في الإتوال، كنت أني حابب نخرج نكور نمشي إعارة. كلموني برشا جمعيات برشا أطراف، ماك تعرف الميركاتو في ديسمبر كيفاش، لكن الحكاية بدات كي جاء اتصال رسمي حكيوا معي المسؤولين نتاع الإتوال، قال لي تحبش تخرج تكور، تحب تمشي للمستير. قعد نخمم في الموضوع، حسيتها المواتي الحكاية، حسيت روحي الظروف نتاع النجاح موجودة، توكلت على ربي. كلامك صحيح، هو صحيح اني خارج عارة باش نكور، لكن البلايص مش مسيبة، معناها كنت عارف اللي مش سهل ديريكت باش نخرج باش نبدا نكور تيتولير وكل شيء. عارف اللي فما اسامي، فما عباد عندهم اكسبيريونس، فما ناس تكور من عام ناول، اما كنت عندي ثقة في روحي. اول نهار مشيت في التمارين الكوتش رحب بيا، دخلت في المجموعه ديريكت، نشكرهم بالمناسبه ما قصروش معايا الاولاد الكل. من اول نهار معناها حسوني يقوش عليا اخوهم ولا تقوش عليا مانيش جديد، واندمجت في المجموعه. من اول ماتش اميكال بديت نكور تيتولير. ان شاء الله نكون ما قصرتش. ان شاء الله نكون استحقيت هالبلاصه. كي جيت انا في ديسمبر المستير الاخراني 6 بوان، الامور ما تعجبش شويه، اما قلت اني فما الظروف نتاع النجاح، خاطر بحكم نفس المجموعه اللي يخدموا مع بعضهم من عامنا واللي معنا متكلاسين من الفوق. شفت في اخر ماتشات في الاليس يصعد ديجا حط البصمه نتاعو، وتحسنت الظروف ولات فما روندمون بي وكل شيء. توكلنا على ربي في ديسمبر، برشا خدمه الحقيقه، برشا كل 3-4 ايام ماتش اميكال، كنا نصلحوا في النقائص معناها. عاوننا برشا الديسبوزيتيف اللي لعبنا به اللي 3-4-3، معناها كيما نقولوا احنا مختلف حاجه جديده. جمعيات الكل في تونس يلعبوا 4-2-3-1 4-3-3، دونك كي احنا طلعنا بالديسبوزيتيف هذا سورتو كي تمكنا منه، بعد كي عملنا الفارق معناها. وكانت عندنا الحاجه الباهيه زاد ملي جا جلاسي معنا في ديسمبر، الكرات الثابته، الكرات الثابته عملنا بهم الفارق براتيكمون، لي ديفونسور الكل ماركينا، كنا يد واحده معناها مصلحه واحده، مش ناس كل تطلع تماركي، نخدموا لبعضنا البلوكاج، فما دي سينيو نعملوهم بين بعضنا، زاد حاجه من الحاجات اللي عاونتنا الباليريتي. الاصابه هذاك قضايا ربي الحقيقه، جات مش في وقتها، نحس يعني من الاول تقلقت شويه، ومن بعد كي قلت معناها هذاك اش كتب ربي، ديما نقولوا لعله فيها خير. برشا جوارات تعدوا بأتعس من هكا، لكن لاباس، جاتني على الأقل بعد ما عديت مرحلة باهية وكل شيء عندي برشا ثقة. بالمناسبة هذه نشكر جمهور الاتحاد المنستيري، دعموني برشا، وقفوا معايا بالكلام الباهي، الهيئة المديرة وستاف تكنيك وزاد المسؤولين نتاع الإتوال والجمهور، زاد برشا وقفوا معايا، عطوني ثقة في روحي. من أول نهار ما حسونيش بخطورة الإصابة هذه. ان شاء الله نرجع قريب نخدم على روحي. وجوار كرة قدم متعرض للامور هذه الكل، معناها الضرب والقلق والستريس والضغوطات، هذاك اش كتب لنا ربي معناها. هي اصابه معناها توا كما كنا نحكي بكري، كيفاش صارت الاصابه؟ والله بالرسمي هي الاصابه، هذاك علاش قلت لك اني مكتوب ربي. اصابه تضحك، هي لاني في جويا، لاني في تيران خايب لحد شيء، وحدي نكوفري ورا لي رقوش، شد كره في التوش، واني كنت انجاجي جوج باش ما ندخلش فيه، حبيت نشد روحي، وقفت عملت بير اكستونسيون، ركبتي وخرت التالي ديريكت، سمعت الترشيق عرفتها يعني. والله باش نكون معك صريح، حكي معايا الرئيس ديجا في الموضوع هذا، قال لي كنت حاب نكونتاكتي سيري ذا، نشكره على الثقه اللي عطاها لي، مازلت حتى ما عملتش العمليه، معناها امن بيا هو وعنده ثقه تامه فيه، قال لي كنت حاب نعاود التجربه. بالنسبه لي انا تو اهم حاجه ما نكذبش عليك نرجع ساقي لاباس، ومركز كان على الكوتي ميديكال، معناها باش نرجع ساقي لاباس، خاطر هذيك راس المال، ولازمني صحة بدني هي اللي باش نرجع نكور بها. من بعد ان شاء الله نشوفوا، خاطر نتفاهم مع ليتوال، اسكو باش نقعد، اسكو باش نعاود اعارة، اسكو باش نخرج، هذيك امور ثانوية بعد. والله كان خرجت من ليتوال الخطوة الأولى أني مستير، مانيش باش نلقى ظروف نجاح أكثر من هكا، من نواحي الكل في كرة قدم في المخ، معناها قريب لدارنا، المدينة مزيانة، تيران غازون، الجمهور يحبك، معناها كل الظروف نتاع النجاح. طموحاتي خويا نرجع لباس المنتخب ونمشي نلعب في الاوروب ان شاء الله. اي واحد يتمنى يعيش حياتك هكا مرتاحه، فما برشا حاجات اهم. انا يعني توك ضربت في ركبتي عرفت قيمه صحه البدن، ومش كلام معناها بالحق، فما حاجات معناها ما مش مهمه برشا في الدنيا، ما يمنعش اللي ان شاء الله يا ربي نعمل برشا فلوس نتمتع بالقدي.
بالنسبة للجمهور الاتحاد المنستيري نشكرهم في نيما على الوقفة اللي وقفوها معايا، كسوا واني قاعد نكور بريود الماتشوات، كسوا كي تضربت كانوا ديما يدعموا فينا، مش اني معناني كخاص لكن كانوا يدعموا في المجموعة وامنوا بنا، حتى كنا نعملوا معناها ريزولتا خايبة نخرجوا ننساش اني ماتش ترجي في مستير خارجين خاسرين وجمهور الكل يصفق علينا وواقفين معنا. وما ننساش زاد كيفاش دعموني، نقرا في البايجيت وفي الانستغرام في الميساجات احنا معاك انت ما ننساوكش، معناها برشا كلام ديجا ما ننساهوش. معناها احسن ذكرى الموسم اللي هذا اللي تعدى كي نتصور اني كي ماتش جابس رغم اللي اني مضروب وفي الماتش احنا ديجا رابحين دونك تهنينا لروحنا من عنا، وما ننساش زاد كي ماركيت بيان سور فما برشا لحظات باهين ما ننساهمش. صحيح هدف شباب القيروان هذيك فرحه بي، الفرحه كما قلت لك نتاع كي تهنينا على روحنا باش نقعد، والعكس زاد ساعات ماركيت كونت الاسبيرونس بونتو بالراس نحاولي ورجو حتى بالفار ظهر لي مشكوك فيه. ماتش الاسبيرونس الكوب كرة على البار قداش من كرة نتاع باش تدخل، اما هذيك الكرة كتفرح وشي يهز بعض. الموسم نتاع السنة ما ننساهوش على خاطر كشي كان كيما نقولوا احنا نحسبوا من نقطة الانطلاق نتاعي، يعني أول مرة نحس روحي شديد ثنية وفي التيران نحس روحي مسرح نعمل كيما نحب مرتاح على الآخر. ونشكر المجموعة الكل جواريت وستاف تكنيك وستاف ميديكال، وما ننساش زاد عائلة النجمة الرياضي الساحلي اللي كانوا ديما حتى كياني لهنا يطبعوا فيا يطلبوني كي نلعب ماتش باهي يقولوا لي رانا مانيش ناسينك وحظ موفق.